نشرة ظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بك. أهلا بك عبد الله، وطابت أوقاتكم بكل الخير. أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الأولى، حيث تلقى عدد كبير من الأطقم الطبية بشتى المحافظات الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرة إلى تواصل تلك الحملة خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة قبل قليل ورئيس اللجنة العلمية الدكتور حسام حسني حول آخر مستجدات الفيروس. الوضع الوبائي في مصر زي ما انتم عارفين الحمد لله يشهد استقرار، بقالنا ده للأسبوع الثالث على التوالي، والحمد لله تم إعطاء اللقاحات للأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة وفي القوات المسلحة والشرطة والجامعات من اللي بيواجهوا جائحة كورونا، ومستمر العمل للقاحات باقي الأطقم الطبية في كافة ربوع مصر حتى القطاع الخاص. إن شاء الله إحنا خلال ساعات معدودة هنستلم مصر جرعات كبيرة جدا من شحنة من اللقاحات، هنبدأ تسجيل المواطنين، فتح تسجيل المواطنين إن شاء الله الأسبوع الجاي، هنبدأ بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. هتتلقى جمهورية مصر العربية مزيد من الشحنات تقدر بملايين الجرعات خلال أيام مقبلة أو خلال آخر الأسبوع الحالي. في سياق ذاته أشادت وزيرة الصحة والسكان باللجنة العلمية المشكلة من أساتذة جامعيين متخصصين لمتابعة مستجدات فيروس كورونا لحظة بلحظة، مشيرة إلى أن تلك اللجنة هي المسؤولة عن إقرار اللقاحات التي يتم استخدامها لمجابهة الجائحة. اللجنة العلمية اللي حطت أولويات اللقاحات في مصر من أنواع اللقاحات ومن الفئات المستهدفة، احنا ماشيين بكل مخرجات العمل بتاعتها. احنا عندنا لجنة علمية قومية برضو من وزارة الصحة ومن القوات المسلحة والجامعات والهيئات البحثية وهيئة الدواء، هي اللي أقرت لنا أنواع اللقاحات والفئات المستهدفة وأولوياتها. إن شاء الله مزيد من العطاء في هذا المجال ومزيد من الاستقرار للوضع الوبائي، وإن شاء الله بالكوادر الطبية وبالأطقم الطبية وبعلماء مصر، مصر إن شاء الله هتعدي من هذه المحنة زي ما عودتنا بكفاءة علمية عالية إن شاء الله. من جانبه قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن مصر كانت سباقة في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها، خاصة الإسراع بتشكيل لجنة علمية للتعامل مع تطورات المرض، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت على ثلاث مستويات وهي تغيير بروتوكولات العلاج وفقا لتطور المشهد، وكذا تدريب جميع أطباء مصر على البروتوكولات المصرية وعلاج كورونا المستحدث، إلى جانب إجراء أبحاث ونشرها بالمجلات العلمية. وأضاف الدكتور حسني أن وزارة الصحة تشهد وتستهدف أن تصل نسب الشفاء إلى 100% بإذن الله. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة أمس. وزارة الصحة أعلنت أيضا في بيانها اليومي خروج 405 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137,294 متعافي. أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 14,264 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمال المصابين في البلاد إلى 10,991,651 شخصا. وأشارت الصحة الهندية إلى تسجيل 90 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156,300 حالة.
روسيا من جانبها سجلت 12742 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4,164,726 حالة إصابة. وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 7676 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية. في ماليزيا وصلت الدفعة الأولى من لقاح فايزر بايونتك إلى مطار كوالالمبور الدولي استعدادا لإطلاق البرنامج الوطني للتحصين ضد فيروس كورونا الأسبوع الحالي. وذكرت مصادر رسمية في ماليزيا أن رئيس الوزراء محي الدين ياسين سيكون أول متلقي لقاح، على أن يتم تطعيم القوات المسلحة الماليزية في المرحلة الأولى. وفي بريطانيا أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح فيروس كورونا بحلول نهاية يوليو المقبل، بينما ذكرت الحكومة البريطانية أنه سيتم إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما بحلول منتصف إبريل المقبل. كان بريطانيا قد أعطت حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح إلى 17,200,000 شخص، أي أكثر من ربع سكانها. يشارك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي اليوم في فعاليات معرض الدفاع الدولي 15 إدكس 2021 والمعرض البحري المصاحب له النافدكس 2021 اللذين تستضيفهما العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى 25 من فبراير الجاري. وعلى هامش فعاليات المعرض سيجري وزير الدفاع مباحثات مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة لبحث التعاون العسكري وتبادل الخبرات. ويشارك في الفعاليات عدد كبير من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة. أهلا بكم من جديد. نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر باشتراك الفرقات المصرية شرم الشيخ مع الفرقات الإسبانية سبيسرينا سوفيا. تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحري، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان، إضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية. يعد تدريبه هو الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة بالاشتراك مع القوات البحرية الإسبانية والتي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات. ثمن رؤساء وقضاة المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية في 40 دولة إفريقية جهود مصر برئاسة الرئيس السيسي في سبل دعم استمرارية انعقاد اجتماع القاهرة رفيع المستوى دوريا، وخلال اجتماع عبر الفيديو كونفرنس لمناقشة تحضيرات استضافة اجتماع القاهرة السنوي الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعد مرعي أن العدالة الإلكترونية من أهم الموضوعات التي ستتضمنها أجندة الاجتماع المقرر يونيو القادم. رسائل عدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاجتماع التحضيري الافتراضي لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، مؤكدا أنه تقليد يهدف إلى لم شمل قيادات أفريقيا من ظلة واحدة، ومن المقرر أن تتصدر العدالة الإلكترونية أجندة المؤتمر المقبل. نظرا لما تعانيه الدول الأفريقية من بطء العدالة بين مواطنيها، اتجهت الدول الإفريقية وفي مقدمتها مصر لفكرة العدالة الإلكترونية، بحيث يصبح المواطن المصري يستطيع المواطن المصري أن يرفع الدعوة أو يمارس حق التقاضي من خلال بيته ومن خلال الكمبيوتر والنت وغير ذلك من وسائل
الإلكترونية. المشاركون أعربوا عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على رعاية المؤتمر. وزي ما حضرتك شفت مدى تقديرهم لما تبذله المحكمة الدستورية في هذا الأمر، ومدى تقديرهم للرعاية السامية اللي بيكفلها لهم فخامة الرئيس السيسي ماديا ومعنويا لعقد هذا الاجتماع بصفة دورية منذ 2017. فالحقيقة الاجتماع ليه مردود كبير جدا على دعم العلاقات القضائية المصرية الأفريقية وعلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في القارة الأفريقية. وشارك في المؤتمر التحضيري الافتراضي رؤساء أكثر من 40 محكمة ومنظمة إقليمية استعدادا للمؤتمر السنوي الذي يعقد في يونيو المقبل. وبصفة عامة يعكس الاجتماع التحضيري سعي القاهرة لارتقاء بمنظومة التقاضي في القارة الأفريقية في ظل دعم غير محدود من القيادة السياسية التي تسعى وتحرص على الارتقاء بالتعاون القضائي في القارة السمراء. من المحكمة الدستورية العليا، محمود العزالي، التلفزيون المصري. تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على نهر النيل الذي يمتد من طريق اللحوطة شرقا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربا بطول 15 كيلومترا وعرض 21 متر وحارتين مروريتين لكل اتجاه. يشمل المشروع 13 عملا صناعيا منهم 10 كباري ونفقان لعبور السيارات والمشاة على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد القاهرة أسوان وطريق الزراعي. يهدف المشروع إلى حل أزمة التقاطعات مع الطرق الفرعية وما يتبعه من تكدسات مرورية وحوادث الطرق. هذا وقد تم تنفيذ 86% من المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 1,700,000,000 جنيه. قرر المجلس الأعلى للجامعات مد العام الدراسي الجاري لمدة 3 أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة. وبعث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برسالة طمأنة لأولياء الأمور بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة لعودة الدراسة واستئناف الفصل الدراسي الثاني واستكمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول. النهاردة احنا عندنا مجلس أعلى للجامعات لتنفيذ قرارات لجنة إدارة شؤون الأزمة اللي تمت من حوالي 8 أيام أو 9 أيام، علشان نطمئن على بداية العام الدراسي إن شاء الله يوم السبت الموافق 27 زي ما اتفقنا، واستكمال الأعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول. أطمن حضراتكم ومعايا زمايلي من مجلس أعلى الجامعات إن الاستعدادات كلها على قدم وساق في كل الجامعات، سواء في إجراءات الاحترازية من التباعد ومن أعمال الامتحانات، وإحنا قمنا بالكلام ده قبل كده السنة اللي فاتت من خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وكمان عملناها لما عملنا كل الامتحانات الخاصه بسنوات السنوات النهائيه. فاطمن حضراتكم وتم اطمن اولادنا الطلبه ان كل الجامعات المصريه في انتظار عوده الدراسه ان شاء الله لاستكمال العام الدراسي، حتى يتم الانتهاء من عام دراسي بالشكل اللي احنا نتمناه ومستقبل الولاد يقدر ان هو يكتمل في ضوء البرامج الدراسيه اللي احنا نطمئن بيها على مستقبل الولاد. ختم نشرة الظهيرة ولقاء إخباري تالي في الثانية بتوقيت القاهرة. المزيد دائما عبر مسبيرو.اي جي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا.